بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع درس جديد من دروس مادة لغتي وتدريبات درس التعاون. أولاً أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: ماذا طلب المعلم من تلاميذه؟ الإجابة: طلب المعلم من تلاميذه المشاركة باقتراحات يحافظون بها على بيئة المدرسة. ننتقل إلى السؤال الثاني: ما المقصود بيوم البيئة العالمي؟ أبناء الطلاب، يوم البيئة العالمي هو اليوم الخامس من شهر يونيو الذي تقام فيه نشاطات عديدة لزيادة الوعي البيئي والتأكيد على المحافظة على البيئة من أخطار التلوث. هذا هو المقصود بيوم البيئة العالمي. ننتقل إلى السؤال الثالث: هل وافق التلاميذ جميعهم على اقتراح فواز؟ لا، لم يوافق جميع الطلاب على اقتراح فواز، فقد اعترض زميله حازم. السؤال الرابع: ما حجة حازم في رفض اقتراح فواز؟ نعم، رفض حازم اقتراح فواز لأن الساحة واسعة وهم صغار ولا يمكنهم زراعتها. السؤال الخامس: بماذا رد فواز على رفض حازم؟ قال له: لا تقلق يا حازم، فبالتعاون نجتاز الصعوبات ونحقق الغايات. ننتقل إلى السؤال السادس: كيف تعاون المعلم مع التلاميذ؟ تعاون المعلم مع التلاميذ بأن قسمهم إلى مجموعات، وخص كل مجموعة بعمل يتعاون أفراده على إنجازه، وكذلك أيضا أحضر لهم الشتلات وأدوات الزراعة. ننتقل إلى السؤال السابع: ما نتيجة تعاون المعلم مع التلاميذ؟ بفضل التعاون استطاع التلاميذ تحويل ساحة المدرسة إلى حديقة خضراء في وقت قصير وبجهد قليل. ننتقل إلى السؤال الثامن: تضامنا مع البرنامج اليومي قطرة، أوجه نصيحة للمجموعة الرابعة. أحب أن أذكركم بأن عمل المجموعة الرابعة هو أن تسقي الشتلات بالماء، والنصيحة للعمل بها أثناء قيامهم بالمهمات المسندة إليهم من قبل المعلم. بما ننصح التلاميذ؟ ننصحهم بالحفاظ على الماء وعدم الإسراف في استخدامه، لأن قطرة الماء غالية فلنحافظ عليها. ننتقل إلى التدريب الثاني: أكمل الجدول الآتي. الاقتراح الذي تقدم به فواز في يوم البيئة العالمي، ما هو هذا الاقتراح؟ الاقتراح هو زراعة ساحة المدرسة. ما الصعوبات التي ذكرها حازم حول اقتراح فواز؟
قال حازم أن الساحة واسعة والتلاميذ صغار. ما حل المشكلة من وجهة نظر فواز؟ نعم، التعاون. ما عدد المجموعات ومهمة كل مجموعة؟ طبعا نعرف أن عدد المجموعات 4 مجموعات، الأولى تنظف الساحة، الثانية تحفر الحفر، الثالثة تغرس الشتلات، والرابعة تسقيها بالماء. ما نتيجة عمل التلاميذ؟ النتيجة أن تحولت ساحة المدرسة إلى حديقة خضراء. ثانيا، أنمي لغتي. أعوض شفهيا الكلمة الملونة بكلمة مرادفة لها. طلب المعلم من تلاميذه المشاركة باقتراحات يحافظون بها على بيئة المدرسة. ما معنى كلمة اقتراحات؟ أسمعكم تقولون اقتراحات معناها أفكار أو آراء. جميل. إن التعاون ثمرة من ثمرات الإيمان، يزيد الترابط في المجتمع. ما معنى الترابط؟ الترابط هو التماسك أو الاتحاد. ويشيع المحبة والمودة بين الناس. يشيع أي ينشر. شارف اليوم الدراسي على الانتهاء. شارف بمعنى قرب أو اقترب. أحضر المعلم الشتلات. الشتلات هي النبتات الصغيرة. استطعنا أن نحول ساحة المدرسة إلى حديقة غناء. معنى غناء أي كثيرة الشجر والطير. ننتقل إلى التدريب الثاني. أكتب الكلمة وضدها في الفراغ المناسب. خص وضدها عامة. الخير كل الناس. نختار خص أم عامة؟ نعم، عامة الخير كل الناس. قائد المدرسة الطالب المتفوق بهدية ثمينة. نعم، نختار خص. ثالثا، أقرأ النص وأستخرج منه ما يأتي. كلمة ضدها كثير. أبطال. نعم، قليل. بارك الله فيكم. كلمة مفردها صعوبة، أي جمعها جمع صعوبة، صعوبات. كلمة جمعها حدائق، يعني مفرد حدائق. نعم، كلمة حديقة. كلمة مذكرها واسع. نعم، واسعة. كلمة مؤنثها مسلمة، المذكر مسلم. أكمل خريطة المفردة الآتية. ننظر إلى الكلمة الموجودة في الدائرة. تقلق، ما معناها؟ نعم، تنزعج. وضدها عكسها تطمئن. نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ نعم، هي فعل. الاسم منها القلق أو قلق. نضعها في جملة. تقلق الأم على أولادها. ونوع هذه الجملة جملة فعلية. الأداء القرائي. أقرأ وألاحظ. أقرأ الجمل وألاحظ الكلمات الملونة. في يوم البيئة العالمي، طلب المعلم من تلاميذه المشاركة باقتراحات. فبالتعاون نجتاز الصعوبات وتشيع المحبة بين الناس. أحضر المعلم الشتلات. وما إن شارف اليوم الدراسي على الانتهاء،
حتى كانت الساحة حديقة غناء. أبناء الطلاب، نطالع الكلمات الملونة، كلمة البيئة، ماذا فيها من أنواع المد؟ البيئة، نعم، مد بالياء، وعندما ننطق المد نقول بي، ونسمي الياء حرف المد، والباء قبلها هي الحرف الممدود. لاحظوا أبناء الطلاب كلمة باقتراحات، أين المد؟ المد هنا راء وحاء، والاثنان مد بالألف. أبناء الطلاب لاحظوا هذا الحرف باقتراحات، هل يمكننا أن نقول أن الألف هنا ألف مد؟ بالتأكيد لا، لأن الباء قبل حرف المد مقصورة باقتراحات، ونعلم أن الألف يناسبها الفتحة راء وحاء. لاحظوا أبناء الطلاب كلمة وتشيع، ماذا فيها من أنواع المد؟ نعم، مد بالياء شيء. لاحظوا أن الياء حرف المد والشين مكسورة وهي الحرف الممدود. كلمة الشتلات، لاحظوا أبناء الطلاب كلمة الشتلات، طبعا هنا مد بالألف، لا شارف، نعم مد بالألف شا. كلمة حديقة، حديقة، نعم فيها مد بالياء، عندما ننطق المد ماذا نقول؟ نقول دي، ونسمي الياء حرف المد، والدال المكسورة هي الحرف الممدود. ننتقل إلى التدريب الثاني، أقرأ الجملة وألاحظ الحرف الممدود. أخذ التلاميذ يفكرون ويتشاورون فيما بينهم، فقال فواز خلف المدرسة ساحة واسعة، لما لا نزرعها لتصبح حديقة. لاحظوا أبناء الطلاب ما المطلوب منا؟ أن نعرف الحرف الممدود، طبعا حرف المد إما الألف أو الواو أو الياء، هنا مطلوب مني أن أعرف الحرف الممدود. لاحظوا كلمة التلاميذ، لاحظوا أبناء الطلاب كلمة التلاميذ، هنا مد بالألف لا ومد بالياء. لاحظوا أين الحرف الممدود؟ هنا اللام، نعم اللام، وهنا الميم هو الحرف الممدود. يفكرون، المد رو، أين الحرف الممدود؟ الحرف الممدود هو الحرف الذي قبل حرف المد، هنا الراء. ويتشاورون، هنا حرف الشين والحرف الممدود والألف مد، رو الراء هي الحرف الممدود والواو حرف المد، فيما الميم هي الحرف الممدود. فقال، يبقى القاف هي الحرف الممدود. ساحة، المد ساء والحرف الممدود السين. واسعة، الواو. لما لا نزرعها؟ لا، يبقى حرف الحرف الممدود هو اللام. ثالثا، أقرأ الجملة وألاحظ الحرف المضاعف. قسم المعلم التلاميذ مجموعات وخص كل مجموعة بعمل. الحرف المضاعف أبناء الطلاب هو الحرف المشدد، إما عليه شدة وفتحة، أو شدة وضمة، أو شدة وكسرة. لاحظوا كلمة قسم، السين حرف مضاعف عليه شدة وفتحة، المعلم اللام حرف مضاعف شدة وكسرة، التلاميذ اللام هنا لام شمسية، الحرف الذي بعدها حرف التاء مضاعف، وخص الصاد حرف مضاعف، كل
اللام هنا حرف مضاعف مشدد عليه شدة وفتحة. رابعا أقرأ الجملة بصوت معبر، ما أجمل الحديقة. ماذا نسمي هذا الأسلوب أبناء الطلاب؟ نعم نسميه أسلوب تعجب. شكرا لكم لحسن متابعتكم، دمتم سالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.